نهاركم سعيد مرة تانية مشاهدينا. دلوقتي معادنا مع فقرة عن مبادرة اسمها إجمادي. المبادرة دي يعني معمولة بشكل أساسي علشان مواجهة التحرش وتعليم مهارات الدفاع عن النفس للفتيات. الحقيقة ده شيء كويس ومحزن في نفس الوقت، اللي احنا مضطرين كبنات وكستات اللي احنا ندافع عن نفسنا بشكل عنيف في بعض الأحيان، لأننا للأسف ما بقيناش عارفين نمشي في الشارع، والموضوع تأزم أكتر وكبر أكتر وبقى يعني مؤسف أكتر، اللينا كمان ما بقيناش عارفين نمشي في الجامعة في مكان الدراسة. يعني لما توصل الحكاية إن التحرش كمان يوصل للجامعات المصرية اللي هي المفروض أماكن للتعليم واسمها الحرم الجامعي، ده شيء مزري. وأنا مش عارفة الحقيقة إيه اللي وصل مصر لهذه المرحلة، وإيه اللي وصل أخلاقياتنا لهذه المرحلة، وإيه اللي وصل الشباب المصري لهذه المرحلة إن بقى فيهم صفات، الحقيقة أنا أسفة إن أنا أقول، صفات حيوانية. يعني اعتقد ان احنا لازم نقف مع نفسنا، وكل واحد يقف مع نفسه كده شويه ويبتدي يراجع نفسه، لان الموضوع هيقلب بعنف في الشارع قريب جدا، لان البنات ما بقتش تسكت يا جماعه، وده لازم يتقال. خلينا نعرف شويه عن مبادره اجمادي. ومعانا دلوقتي الاستاذه منى حسن، المتحدث الاعلامي للمبادره. نهارك سعيد يا منى. نهارك زي الفل. انا مبسوطه ان انتوا عاملين مبادره من هذا النوع، وما كنتش اتمنى في نفس الوقت ان احنا نوصل للمرحله دي اللي نبتدي يعني ندافع عن نفسنا بشكل عنيف، لكن المجتمع هو اللي اضطرنا لكده، وفي تقاعس من الدوله الى حد ما برضه عن حمايه الفتيات. فقولي لي انتوا المبادره دي مبدئيا عباره عن ايه؟ المبادرة دي عبارة عن فعاليات ليوم واحد. اليوم الواحد ده بيتقسم لكذا جزء. أول جزء زومبا اللي هو رقص لياقي، بحيث أنه البنت تتعود على حركة جسمها، تعرف تنسق حركة جسدها، يبقى عندها ثقة بالنفس كافية أنها تتحرك في الشارع. لأن احنا وإحنا ماشيين في الشارع بنبقى عادة خايفين طول الوقت، مش عارفين الحركة الجاية هتروح فين بسبب أنه مفيش تنسيق. أنا نفسي عندي المشكلة دي. الجزء الثاني هو جزء واندو للدفاع عن النفس. كل بنت بتيجي بتتعلم ازاي تدافع عن نفسها بشكل يومي، مش انها تبقى متدربة بشكل معين فلازم تتدرب معانا 6 شهور سنة. لا، هو تكنيك ينفعك كل يوم وانت ماشية في الشارع. يعني ممكن اي حد يتعلمه في وقت قصير جدا، وممكن يعمل بالزبط. حتى لو كان اللي قدامك اقوى منك. لانه في اسمه ايه التكنيك ده؟ اسمه واندو. واندو للدفاع عن النفس. اللي بتدرب الواندو هي شيرين سالم، وهي من مؤسسي المبادرة. هي واميلين لافندر، اميلين مدربة زومبا، هما الاثنين جات لهم الفكرة السنة اللي فاتت، وهما بيتفرجوا على هراس ماب أو خريطة التحرش وهما بيتكلموا، فحسوا أنه لازم يحصل أي نوع من أنواع الدعم للحركات دي. فده الجزء الثالث. هراس ماب دي أو خريطة التحرش دي عشان الناس تبقى عارفاها برضو، يا بترصد التحرش اللي بيحصل في مصر كلها، وبتعمل زي سيرفي كده وخريطة، يعني التحرش ده حصل فين وعدد الحالات اللي بتحصل فيه. ويعني وأنك أنت تقدري تبلغي عن التحرش، تبعتي SMS في أي وقت. وهما دايما بيقولوا ان هما بيحاولوا يقضوا على وباء التحرش، لان هو مش ظاهره خلاص، هو بقى وباء. لانه كل بني ادم، او مش كل بني ادم بس، مثلا لو في 10، 8 منهم يا هيلقحوا بكلمه، يا هيمدوا ايديهم، يا هيسفلوا في الكلام مع الاسف. فبقى وباء، ما بقتش ظاهره كده مره مرتين في اليوم كنا بنعرف نستحمل، لكن هو وباء. وخريطه التحرش بتدي البنات فرصة ان هم يتنفسوا ويقولوا ايه اللي حصل وحصل فين، وانه احنا مش لوحدنا على فكرة. مش يعني لو انا حد بيتحرش بيا فمش انا لوحدي، ولو اي حد، يعني احنا كلنا مع بعض مجموعة، معظمنا تم التحرش بينا بشكل او باخر. انا اعتقد اللي في تطور حصل كمان كبير جدا في مصر فيما يخص ثقافة البوح، او ثقافة الفضفضة، او اللي انت تقولي اللي حصل. كان زمان البنات بتخاف جدا وبتتكسف تتكلم، دلوقتي البنات ما بقتش تخاف وما بقتش تتكسف تتكلم، كان دلوقتي كله بيحكي وبيقول، وساعات كتير كمان بيروح يبلغ، ودي حاجة كويسة جدا جدا. واعتقد ان في كمان اجراءات ابتدت تتخذ، احكام ضد التحرش مؤخرا، ودي حاجة كويسة جدا. يعني هو يعني انا شايفة انه قانونيا طبعا عندنا جاب او فراغ وكده، بس في نفس الوقت في البروسيس بتاع التنفيذ في مشكله كبيره قوي. لانه لو انا مثلا في الشارع وقررت ان انا ازعق المتحرش، اوكي،
كتير قوي بيجوا يقولوا لي معلش يا فندم اصل عيب وبتاع، وما تعمليش نفسك فضيحه وتداري ما جوه. تقلليش من نفسك. بالظبط، ما تقلليش من نفسك. لا انا بقلل من نفسي بانه انا بمشي وكل مره ما بردش، وجمادي بتحاول طول الوقت انه تقول للبنات انه مش انتوا السبب خالص خالص، المتجوز بيتحرش والمحجبه بيتحرشوا بيها والمنقبه بيتحرشوا بيها وامين الشرطه بيتحرش، كل الناس بتتحرش، فاكيد السبب مش في البنت ومش في اطار البنت عامه، ودي حاجه من الحاجات اللي اجمادي طول الوقت بتحاول تشتغل عليه. ده غير ان احنا بنحاول انه ان احنا نعرف الناس على مبادرات بتحاول تقضي على التحرش، زي خريطه التحرش، زي بلغوا، زي نظره للدراسات النسويه. يعني نظره مثلا عندهم حاجه اسمها كت للاغتصاب، اوكي، او هم بيعرفوا يوصلوا البنات اللي تعرضوا للاغتصاب بحاجه تحميهم من الايدز، بس تحميهم بجد، يعني يعني حاجه في خلال 24 ساعه لو اخذت الدواء ده مش هيجيلها ايدز كنوع من انواع الوقايه. لو في بنت عايزه ترفع قضيه تروح لمين؟ فاهمه؟ لانه كتير مننا بيبقوا عايزين يعملوا حاجه وخايفين ومش عارفين يعملوا كده ازاي، فاحنا بنحاول نخلق جو ان احنا كلنا مع بعض وكلنا هنجمد وكلنا بنتعلم وكلنا عندنا فرص ان احنا نبقى جزء من مبادره معينه. المبادره بتعمل ايه تاني غير تدريبات الدفاع عن النفس والزومبا والتنسيق اللي حضرتك قلتيه؟ هو المبادره عباره عن حفله اليوم الواحد، هو ده بشكل اساسي اللي احنا بنعمله. بتعملوه كل قد ايه؟ احنا عملنا لحد دلوقتي 3 حفلات السنة اللي فاتت، وبدأنا في المدارس، وانا مبسوطة قوي بموضوع المدارس ده، وان شاء الله بكرة عندنا حفلة الساعة 10 الصبح في فندق سميراميس. من 10 لكام؟ من 10 لـ4. والدخول مجاني؟ لا الدخول مش مجاني، مش مجاني. الدخول التيكت تقريبا 30 جنيه. واكتيفيتي طول اليوم اكتيفيتي لحد الساعة طول 4. اليوم طول اليوم. احنا برضو محتاجين نغطي الى حد كبير التكاليف اللي بتتم يعني. ايوه. عايزه ارجع تاني لمساله التحرش واشوف هل هو الوسيله الوحيده اللي البنت هي اللي تتعلم تدافع عن نفسها، ولا المفروض يكون كمان في دور لتطبيق القانون على المتحرشين؟ هل بتعتقدي ان في تقاعس في تطبيق القانون على المتحرش؟ أنا بشكل شخصي مش باسم حركة إجمادي شايفة إنه في تقاعس في تطبيق القانون طبعاً، وشايفة إنه في تقاعس في التعامل مع المشكلة دي 100%، وده جاي من الدولة وجاي من الناس. يعني الناس بتقرر إنها تسكت كتير قوي، وده بدأ يتغير. البنات بدأت خلاص خلاص يعني عارفة مش فاضبينا. يعني وجاي من انه في مصر لما حاجه بتحصل عاده وتبقى غلط بيقول، لما بتحصل كتير قدام الواحد بيبتدي يقول عادي. عارفه يعني هي مالها، هي زعلانه ليه؟ ده ايه يعني؟ طب ما ده رمالها كلمه بس يعني، ولا بتاع ايه المشكله؟ انت زعلانه ليه؟ زعلانه عشان ما بقتش عارفه امشي في الشارع. بالظبط. زعلانه علشان انا ما بقاش عندي حريه ولا مساحه ان انا امشي في الشارع في بلدي من غير ما حد يضايقني يعني. بصراحه بالظبط شيء مزعج جدا قوي، ومزعج فعلا ردود افعال الناس ساعات كتير تقول لك طب انت زعلانه ليه؟ بالزبط. وناس تانية تقول لك ده البنات بتبقى مبسوطه لما يتقال لها كده. ده حقيقي. المشكله يعني كنت بتكلم مع حد في موضوع التحرش ده، فقال لي يعني ايه المشكله؟ يعني انا دلوقتي بقول لك يا عسل، انت ما انبسطتيش، ف يعني عادي يا هتشتميني هسكت. قلت له وانا اضطر ليه ان انا اشتمك عشان اعرف امشي في الشارع؟ ولو شتمتك وشتمت اللي بعدك وشتمت اللي بعدك يعني همشي ازاي وهنحترم بعض ازاي؟ ما احنا عندنا برضو مشكله في التعامل مع بعض بشكل عام. يعني متهيألي بعد الحادث الواقعة التحرش المؤسفه اللي حصلت داخل الحرم الجامعي من كام يوم، ابتدت تطلع كلام على فيسبوك مثلا يقول لك يعني مثلا مصر البلد الوحيده اللي المراه فيها منتهى احلامها وطموحها اللي هي تمشي في الشارع بحريه. يعني تخيلي شوفي وصلنا لايه، يعني وصلنا لايه؟ انت مش بتحلمي بقى بالمساواه ولا ولا تاخدي حقوقك الدستوريه ولا البرلمانيه ولا كده، لا انت بتحلمي بس ان انا امشي عادي في الشارع من غير ما حد يتطاول عليا ولا يمد ايده عليا ولا يضايقني ولا كذا يعني. ودي برضو يعني اولا انا مبسوطه جدا
بيكي وبطريقتك وباللي انت بتقوليه، يعني انت فعلا مثال لاجمادي. بجد بجد والله. دي برضو مشكله اعلام، انه يا ريت كل اعلاميين زيك، بس مع الاسف لا، مع الاسف في اعلاميين بيقرروا يتطاولوا لان هم قاعدين في برج عاجي، مش هم اساسا مش ستات وما عندهمش، بس هم اكيد عندهم برضو بنات، يعني حتى بالزبط. لو هم مش ستات عندهم بنات وعنده زوجه ممكن تتضايق، وعندك ادميه المفروض، وعندك احساس او اخلاق يعني. او اخلاق، بس الحمد لله ده غير متوفر في ناس كتير. يعني 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 حضرتك بتتكلمي برضو عن جزئيه خاصه بان تصدير الاعلام او تصدير المجتمع لفكره ان البنت دايما هي اللي مخطئه عن بالزبط. حالات التحرش او الاغتصاب او الانتهاك او التعدي اللي بتتعرض ليها. انا ما اعتقدش ان البنت مخطئه في اي شيء، وحتى لو البنت حتى ماشيه من غير هدوم خالص في الشارع مش مفروض اي حد يتعرض ليها، ده مش مبرر لاي شيء أبداً. مش مبرر لاي شيء، كل واحد ليه نطاق خصوصيه وحريه. يعني ده مش مبرر يقول لك لابسه كذا وعامله كذا، انت مش يعني ما احنا بنشوف بنسافر بره وبنشوف المجتمعات بتبقى عامله ايه، ومحدش بيلمسهم، واللي بيلمسهم لو لا، لانه في ناس بتقول انه في تحرش بره، لا هو مثلا اوروبا، يعني لان انا اقدر اتكلم عن اوروبا ما فيهاش تحرش، فيها معاكسه، بس اللحظه اللي بتقولي فيها بس عمر ما حد هيتعامل معاكي على ان انت الغلطانه، وهو هيلم نفسه وهيمشي عشان هيبقى خايف، الا في حالات شايفه. خايف من ايه بقى يا منى؟ بيبقى خايف من ايه؟ خايف من يعني خايف من البوليس، خايف من من القضاء، من القانون، ممكن مستقبله كله يروح. ما قصدي ان هي هناك الإنسانية قبل بقى الجنس نفسه، أنا ذكر ولا أنثى، الإنسان ليه قيمة. هنا بدأوا يتعاملوا معنا إنه لا، أنا يعني ماليش قيمة قوي، أنا مجرد، يا ريتني رقم حتى، أنا مجرد حاجة ماشية. يعني لو كل راجل بيتحرش ببنت أدرك إنه البنت علشان تحس بالأمان الجسدي ويبقى عندها صحة كافية، لازم جهازها التناسلي ده يبقى حاسس بالأمان. يعني لو البنت خايفة على نفسها كبنت وهي ماشية، بيجي لها مشاكل في القولون، وبيجي لها مشاكل في المعدة، وبيجي لها مشاكل في النفسية غير طبيعية. هما فاكرين ان كلمة يا عسل ما بتضرش، جايز ما تضرش لو بتحصل مرة في السنة، لكن لو بتحصل 20 مرة في اليوم وهي بتبقى خايفة انه اللي هيقول يا عسل ده يمد ايده، وبتبقى خايفة ان هو يتطاول عليها، اكيد مش هتبقى كويسة، ومش هينفع خالص ان احنا نعيش بالشكل ده. يعني انا متأكدة ان كل فئات البنات قررت الى حد كبير قوي انها ما تسكتش، انه كفايه بقى شويه رحمه. هل في قصور قانوني يا منى؟ برضو انا كمان بشكل يعني بشكل شخصي انا شايفه ان في قصور قانوني، ومش بس في التحرش، لا انا اقصد في سن القوانين الخاصه بالتحرش. يعني انا بحثت في الموضوع ده فيما يخص القوانين دي، سألت وكذا حد بعت لي القوانين اللي موجودة، منهم قانون وقانون 306 مكرر ألف، ده بيعمل حكم على المتحرش حد أقصى سنة، حبس سنة وغرامة. فأنا أعتقد ده غير كافي ده مبدئيا. تاني حاجة أنا أعتقد أنه ما بيتطبقوش الحاجات دي، ما بتتطبقش أساسا، لأن في استخفاف بحكاية التحرش. يعني في استخفاف انه ايه يعني ايه، ما في حاجه، عندنا بلاوي اكتر من كده بكتير، انتم مكبرين المواضيع ليه؟ لا احنا مكبرين المواضيع عشان دي كبيره، بالزبط. عشان دي بتعكس ثقافه مجتمع بالظبط. لا هو زي ما قلت لك، العمليه نفسها علشان توصلي اساسا انك تروحي الاسم، عندك كذا اوبستكل، اسمه ايه؟ عوائق. كذا عائق، انا اسفه، كذا عائق. اول عائق الناس اللي في الشارع، اوكي، انه الناس تقبل انها تساعدك، او بلاش تساعدك، تسكت وتمشي، تبطل هي كمان تهاجمك. العائق الثاني في الاسم، انا هروح الاسم هقول للضابط انه انا تم التحرش بيا، فيقول لي ايه ده، ليه بتعملي كده؟ هل رصدتوا حالات يا منى، حالات تحرش رصدتوها او كده، ولا انتوا بس بيقتصر دور المبادره بتاعتكم
بس ان احنا على نعرف المبادرات اللي بتعمل كده على الناس، بحيث ان يبقى عندهم داتا بيس كبير، والناس تقدر تساعدهم وتقدر ورافقوا حالات فعلا يعني. طبعا فعلا طبعا يعني ده خريطه التحرش اكتر من اجمادي، ان هم بيرصدوا حالات. اللي احنا بقى بنحس بيه ان البنات نفسها بتتغير. يعني لو بنت جت اجمادي مرتين، منهم انا يعني، انا بني ادمه كان لما حد بيكلمني في الشارع ممكن اعيط، ممكن شفايفي تترعش كده وامشي اخد زاويه، لكن بجد بعد اجمادي انا مره لطشت واحد بالقلم من غير ما افكر خالص خالص يعني، عارفه، وهو اتخض. او بقيت بعرف ابص للمتحرش في عينيه. انت مش متخيله الموضوع ده بيفرق قد ايه، انك تبصي للمتحرش في عينه وما تقوليش اي حاجه، فبيبتدي يشوف انك انت بني ادمه قدامه، اللي هو ايه ده، دي واحده عندها عينين وعندها قلب وبتحس وجايز فعلا تكون بتتضايق. ف ده اللي بيحصل في اجمادي، انك بتشوفي البنات بتقوى او الستات بتقوى، لكن رصد الحالات وكده ده نظره للدراسات النسويه، خريطه التحرش، مركز النديم، اللي احنا بنتعاون معاهم علشان نعرف الناس عليهم. في كمان كان حالات يعني تحرش صارخه عملت مشاكل رهيبه للبنات دول، وممكن تكون عملت لهم مشاكل كمان، وصلت لعدم القدره على الانجاب ممكن تكون في المستقبل. يعني في حالات صارخه جدا اتعملت، المساله مش بس مجرد واحد بيرمي كلمه وقد كده دي بتبقى مؤذيه، لكن كمان في حالات انتهاك رهيبه واغتصاب رهيبه بتكون. فانا اعتقد ان لازم يكون في وقفه مع كل واحد في المجتمع ده مع نفسه، ويكون في وقفه كمان قانونيه على تطبيق القانون بمنتهى الصرامه على الظاهره المؤسفه اللي ابتدت تتفشى في المجتمع المصري دي، واللي زي ما منى قالت الحقيقه للاسف الشديد تحولت لوباء. والبنات مره تانية مش هتسكت، والبنات بقت جامده وفعلا هتبلغ، فكل واحد بقى هيعمل كده وحر يلاقي نفسه محبوس ومستقبله ضايع. احنا مش هنسكت بعد كده. انا بشكرك يا منى جدا جدا على وجودك معانا. انا بشكرك جدا، وبتمنى لكم التوفيق في الايفنت بتاعكم بتاع بكره ان شاء الله. هنستناكي ان شاء الله. ان شاء الله انا هاجي، هنستنى كل بنات مصر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا ونهارك سعيد. نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاكم في نهارك سعيد، راجعين بس بعد الفاصل.